هذا استفتيكم الشيخ صالح حفظكم الله في دفع قيمة الأضحية نقودا، وهل تجزي إذا أرسلها إلى الفقراء والمساكين؟ هذه لا تكون أضحية، تكون صدقة. الأضحية أن تذبح وتقرب إلى الله بذبحها، وتكون في البيت، في بيت المضحي وعند أولاده وأهله، هذه السنة في الأضحية. وليست المراد منها دفع النقود، مراد منها التقرب إلى الله بالذبح في هذه الأيام، أيام الذبح. لو كان المراد التصدق هذا ما يختص بأيام الإضحى. التصدق مفتوح في كل السنة، في كل الأيام، فلا تغير يا أخي السنة وتغير الشريعة بحجة أن هذا أحسن للناس وهذا لا، هذا ما يدخل الأفكار والآراء في الأمور الشرعية، تبقى على ما هي عليه. نعم.